أعزائي المشاهدين مساء الخير، وبنحب نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج مش لوحدك. طبعا كل مهاجر بيجي الولايات المتحدة هنا بيبقى ليه مساعدات أو بنفتس من الحكومة الأمريكية بتديها له، طبعا بتبقى فيه ظروف معينة. هنتكلم طبعا على ايه الكواليفيكيشنز ان الواحد يقدر ياخد بيها مساعدات لما بيجي البلد هنا، وايه نوع المساعدات دي ويقدر يحصل عليها ازاي. حاجات مثلا زي اقول الاس اس اي، الهاوسينج، الكاش ايد، الكابي، حاجات كتيره جدا هنتكلم عليها النهارده. احب ارحب معايا في الاستوديو منورني استاذ سليم ابراهيم. اهلا وسهلا استاذ سليم، وبرحب بيك في برنامج مش انا. اهلا ستي ناس، اهلا بك، انا سعيد بلقائك. احنا اسعد استاذ سليم. تعيش، ربنا يخليك. ميرسي خالص. طيب عشان نجاوب على السؤال ده، هو بعد اذنك بس انا عايزه نتكلم على، يعني احنا هنتكلم على المساعدات بانواع مختلف، لكن يعني عايزه ابتدي بالمساعدات. يعني لسه في مثلا عيله قول ان هي جايه جديده من مصر، عشان بس في ناس الحقيقه كتير من مصر بيسمعونا وعايزين يعرفوا جايين هنا، فبيحبوا يعرفوا ايه الحاجات اللي لما ييجوا بيها هنا يقدروا يحصلوا عليها مساعدات. طبعا نتكلم بقى على الستاتس القانون، يعني وضعهم القانوني طبعا ليه طبعا كواليفيكيشن معينه ان هم يخلوهم يقبلوا في الحاجات دي. فهنتكلم طبعا على ايه وضعهم القانوني يسمح بايه. فياريت حضرتك تقول لنا مثلا عيلة جاية من مصر، يا إما جاية مثلا هتعمل لجوء أو دخلة بالجرين كارد، إيه الفرق بينهم وكل واحد ياخد إيه المزايا اللي ممكن ياخدها من طيب البلد. أوكي. أنت قلت جزء انبسطت منه، إن هو الكواليفيكيشن بتاعة الحاجات اللي الناس تاخدها بتتوقف على نوع الجرين كارد. الجرين كارد أي. يعني الشخص اللي بيبقى جاي من مصر على جرين كارد بيبقى حاجة من اتنين، يا إما جاي ضم لم شمل أسرة، يعني حد مقدم له أخوه أخته ومعرفش حاجة زي كده، أو إنه حد جاي باللوتري. دول النوعين الناس اللي بيهاجروا بيهم بيجوا الهجرة. الحاجات التانية ما اسمهاش هجرة. الحاجات التانية ما اسمهاش هجرة، يعني الشخص اللي جاي على فيزا عادية وحيعمل لجوء ده ما اسموش مهاجر. ده ما ينطبقش عليه وصف المهاجر. هو لما جه غير رأيه وعايز يعمل يبقى مهاجر. يعني ايه؟ واحد جاي على فيزا من مصر واخد الفيزا عادية هو أسرته وكده وجم، بس لما جه هنا قرر ان هو يغير الخط بتاعه ويقدم على لجوء. هذا الشخص في نظر امريكا ما اسموش مهاجر. ده اسمه مهاجر بالصدفة. يعني حتى وهو جاي من مصر ما بيقولش في السفارة او ان هو لما هياخد الفيزا ان انا هروح هناك واعمل لجوء والكلام ده كله. لو قال كده ما كانوش يدوله الفيزا. صحيح طبعا. فالشخص ده لما بيجي هنا ملوش اي صفة قانونية الا بعد وقت شوية. فهنمسكهم بالترتيب كده، والناس اللاجئين دول هم اكتر ناس الواحد عايز يركز عليهم. يعني فهو لما بيجي في امريكا ويبقى ينوي على تقديم اللجوء، اللي بيقدم اللجوء عادة بيبقى يا اما الزوج أو الزوجة اللي بتقدم اللجوء، ولما بيكون معاهم أطفال بتبقى يعني إيه الأطفال شوية الحكومة الأمريكية بتبص للأطفال دول نظرة مختلفة شوية عن الأب والأم. يعني جايز الأب والأم في مزايا ما يقدروش ياخدوها، لكن الأطفال ياخدوها. الأطفال يقدروا ياخدوها. يعني مثلا اكتر حاجه مهمه للناس اللي بيجوا اللي هو الميديكال والحاجات دي كلها. يعني فلما بتيجي اسره ومعاهم اطفال هنا تبص تلاقي الحكومه عاملتهم بنوع من التفرقه شويه. يدوا للاطفال الميديكال وما يدوش للاب والام الميديكال، ويدوا للاب والام حاجه اسمها ايمرجنسي ميديكال. إمرجنسي ميديكال اللي هو أي وقت ضرورة يستعملوه. إنما الأطفال عندهم الميزة دي ويقدروا ياخدوا الميديكال على طول. طيب هل
بعد كده احنا قلنا بقى الناس اللي هم بتوع اللجوء دول بعد ما بيجي بشوية هو بيروح يلجأ لحد عشان يعمل له اللجوء بتاعه عن طريق محامي او طريق زي ما هو عايز يعني. فالشخص ده لما بيقدم على اللجوء في حاجة كده ايه، والواحد عمل لما هو عمل اللجوء ياخد باله منها، ان الشخص لما بيعمل اللجوء ممكن جدا الحالة بتاعته تستمر سنة سنتين 10 شهور 20، محدش عارف المدة يعني شكلها طبعا. ايه فالشخص ده عادة بعد 150 يوم، 150 يوم يعني حوالي 5 × 30 ب150 بيقدم ياخد حاجة اسمها work permit. هم ليه بيساعدوه ياخد work permit؟ عشان ما يتحولش إلى عبء لا على أصحابه على الحكومة طبعا، ولا مش على عايزين يدفع ولا مش عارف مين. فاللي بيحصل لما بياخد ال work permit ده، المفروض ان هو اول ما ياخد الورك بيرميت يبقى من حقه يشتغل والست بتاعته تشتغل وكل حاجه. ايوه طيب، هو بقى لما بيشتغل وبيبقى عنده دخل والكلام ده كله، هل بيقدر ياخد بنفيت؟ لا. طب قبل ال 150 يوم استاذ سليم، يعني في الفتره دي الامرجنسي غير الظروف الطارئه بس، لكن ما فيش اي مساعده او اعانه يعني كاش او حاجات زي كده يساعدوا بيها؟ ما فيش. اوكي ما فيش. اللي بيحصل برضه احنا عايزين نقول الكلام ده للناس اللي جايه من مصر عشان يبقوا عاملين حسابهم. أيوة، ان ده اللي هيحصل. ناس كتير جدا بتيجي وتفاجئ بالوضع ده، بالظروف دي طبعا. فهو اللي بيحصل لما بيجي هو جاي على فيزا سياحيه، والمفروض ان هو يعني عنده مقدره ان يبقى سياحه، يعني جاي ومعاه فلوس عشان يصرف. هم بيقولوا ان احنا دلوقتي النظر في حالة اللجوء، زمان كانت بتبقى بعد وقت طويل، دلوقتي بتتعمل بأسرع ما يمكن. الطلب نفسه ممكن بيتعمل بأسرع ما يمكن، عشان خاطر لقوا إن هما لما بينتظروا وقت طويل على الناس، اللي بيحصل إن الناس بتبقى يعني إيه، الانتظار الطويل ده بيعرضهم لمشاكل. لكن هما لما عملوا كده بيدهم الورك بيرميت بيقدر يشتغل. فنصيحتي للي جاي اللي هو عمل لجوء، اول ما تاخد الورك بيرميت تروح تشتغل على طول. تشتغل طبعاً على طول طبعا، لازم يساعد. ده هيساعده، يساعد الشخص وهيساعد اسرته، وهيخلي كمان موقفه شكله حلو، شكله كويس قدام الحكومه. لكن في الفتره دي العلاج مضمون 100%، سواء له او لزوجته او للولاد. العلاج مضمون 100%، وطبعا يقدر يدخل ولاده المدرسة ويقدر يعمل كل حاجة، والولاد ممكن تستفيد كتير قوي من البرامج بتاعة المدرسة. يعني لو في واجبة في المدرسة يدوها له، ولو مش عارف ايه الكلام ده كله. فدول الناس اللي هم جايين على اللجوء. النوع التاني بقى، عندنا نوعين تانيين جايين بشكل رسمي، واحد جاي على لوتري والتاني جاي على لم شمل الأسرة اللي هو فاميلي ريونيون ده. لم شمل الأسرة عادة بيبقى اللي مقدم الطلب للمهاجر يا إما أخته يا أخوه يا أمه يا أبوه. كويس؟ يعني تقديم الولاد للأهالي وضع شوية إيه، مختلف شوية. فهنمسك الأول الناس اللي هم جايين مش على لوتري، اللي هم جايين لم شمل الأسرة. هيبقى عندنا كم نوع من الناس؟ يا الأخ يا الأخت يا الأب يا الأم. الأربعة دول. الأخ والأخت التقديم بتاعهم بياخد وقت طويل جدا. 12 سنة 13 سنة 14 سنة حاجة زي كده. صحيح. إنما بالنسبة للأب والأم الوضع مختلف. الوضع مختلف. يعني لما يكون أنا والدتي في مصر وأنا هنا وعندي جنسية أمريكية، أنا ممكن أجيبها في خلال ما فيش 3 أو 4 شهور. الوضع مختلف. بيعتبروا إن الأب والأم لهم أولوية. فالأشخاص اللي موجودين في أمريكا وعايزين يجيب أبوه وأمه
كويس او يقدر يعمل لهم الورق بروسيسنج بتاعه في مصر وكل حاجه. في طريقه احيانا ان يجي الاب والام هنا في الزياره وابنهم يكون هنا موجود. كل اللي بيحصل ان هو ايه بيعملوا حاجه تغيير ستاتوس، تغيير الوضع القانوني، يروح ابنهم مقدم لهم مقدم على ايه على الجرين كارد لهم وهم في امريكا وهم موجودين في امريكا. فلما بيقدم لهم على الجرين كارد وهم موجودين في امريكا هم لسه مش مهاجرين. ده احنا قلنا دلوقتي ايه الاب والام اللي هم ما عملوش هجره ولا جالهم لا هجره من الولاد ولا لوتري ولا اي حاجه، مجرد اب وام قوم زياره في امريكا وابنهم موجود هنا، يا ماما وبابا ما ترجعوش بقى، انا ايه هعمل لكم الورق من هنا. الفتره بتاعت عمل الورق دي ما بيعتبروش ان هم مهاجرين، بيعتبروا ان هم ايه في انتظار الحاله بتاعتهم يحصل فيها ايه. ففي الوقت ده الطريقه لما يجي الابن بيقدم والحاجات دي كلها، في ناس يقول لي يعمل اكستنشن للفيزا. نو هو مجرد ما بيقدم، احنا واحنا داخلين في المطار في امريكا بيدينا فيزا لمده 6 شهور عاده، يعني جرت الفيزا اللي بتطلع من السفاره 5 سنين 4 سنين 3 سنين زي ما تكون. بس احنا لما بنخش في المطار في امريكا، في المطار بيدينا فيزا، بيدينا يعني اقامه صالحه لمده 6 شهور. ايوه. فيبقى الشخص اللي دخل اقامه في خلال 6 شهور دول، لو ابنها ابنهم يعني قدم لهم، وانا بقول الابن ما ينفعش الاب. لازم الابن او البنت، لان الابن والبنت ممكن تعمل ادجستمنت الستاتوس للاب والام بكل سهوله، العكس ما ينفعش. فيجي في الوقت ده هو بيقدم لهم على جرين كارد. لما بيقدم على جرين كارد وقت ما قدم الطلب، الحكومه بتعتبر ان ايه الاكسبيريشن بتاعه الفيزا ما بيستمرش، بيقف. ليه؟ لانهم ربما يرجعوا ويروحوا قبل ما البروسيسنج ما يتعمل، فما بيعتبروش ان هم كسرين فيزا. كويس. طيب الاب والام بقى دول اللي موجودين هنا مش هيقدر ياخدوا هنبقى اي بنفيت غير برضو الميديكال. الحاجة الوحيدة اللي الحكومة بتديها الميديكال. فيبقى الأب والأم يقدروا ياخدوا ميديكال. أي مزايا نقدية أو حاجة تانية مفيش. بعد ما بيخلصوا بقى بتبقى بقى الأب والأم خلاص عندهم وضع قانوني سليم، إذا كانوا هم كواليفايد للحاجة يقدروا ياخدوها. يعني عادة لما بيكون الابن مقدم لأمه وأبوه بيبقى هو ضامن بتاعهم. هو بيضمنهم بقى. فلما بيبقى الضامن ده موجود، فاللي بيحصل ان الحكومة بتقول له لا انت ضامنهم وانت متكفل بيهم، المفروض انك انت تقوم بالواجب بتاعك من ناحية الضمان بتاعهم. بيضمنهم في الاكل واللبس والسكن وكل حاجة، لكن هو بيضمنهم ان هم ما يحتاجوش لحاجة مادية من الحكومة. حاجة مادية زي ايه؟ الكاش ايد والفود سامس. والسكن مش كده برضو مسؤول على السكن ولا لا؟ لا، ما هو هم لما يبقوا خدوا لما خدوا الإقامة الرسمية وبقى عندهم إقامة، من حقهم يتمتعوا بكل المزايا الأخرى. زي السكشن 8، زي الهاوسنج، زي المش عارف ده ايه. بس لما يحصلوا على الجرين كارد. لكن في الفتره بقى اللي هم لسه مستنيين جرين كارد ما عندهمش سيتويشن لسه خالص. ما عندهمش سيتويشن غير الميديكال لو في امرجنسي. في امريكا الحكومه بتعتبر الميديكال ان دي شيء ضروري للانسان، يعني ما يقدروش يقطعوها من حد. يبقى احنا جينا بقى للاشخاص اللي هم أبوه وأمه جايب أمه وأبوه أو العكس. يعني الأب والأم البروسيسنج بتاعهم ما بياخدش سنة. يعني لو أمي وأبويا جم وأنا قررت إن أنا أقدم لهم ما ياخدش سنة، سواء كان في مصر أو كان في أمريكا. طبعا لما جت الكوفيد والحاجات دي حصل في تأخير، لكن الوقت الصحيح هو
ما كانش بيزيد عن سنة. مم. طيب اشمعنى الأب والأم قالوا إن هو في خلال سنة يجوا؟ لأن الأب والأم ناس عواجيز ويهم الحكومة إن ما تعادش دول 13-14 سنة. مم. افرضي بقى إن أنا أخ مقدم لأخوه 13-14 سنة. افرضي أم مقدمة لابنها 13-14 سنة. مم. يعني الابن لما يقدم لأمه وأبوه سنة واحدة، ولما الأب يقدم لأولاده 13-14 سنة. أيوة. عشان هم بيعتبروا الأولاد دول ممكن يعني إيه يبقوا ينتظروا. طيب فدول الناس اللي جايين على لم شمل الأسرة. الناس اللي جايين على لم شمل الأسرة في الفترة اللي هم ما بياخدوش فيها بنفت خالص من الحكومة ويكونوا not qualified for benefit، المفروض ان اولادهم يحطوهم على الضرائب بتاعتهم. يحطوهم. اوكي. اوكي. طب دي نقطه مهمه. دي حاجه مهمه جدا. ليه؟ هو ما عندوش اي حاجه بياخدها بنفت من الحكومه. يبقى في الحاله دي الولاد، وبما ان هو المتكفل بهم والضامن، يبقى المفروض ان هو يحطهم على الضرائب بتاعته. هيعوض شويه من الايه، من الضرايب، يعني بتبقى التاكس ريتيرن بتاعته تكون اكتر شويه من الطبيعي. يعني طيب هل في كل حاله ان انا ممكن احط ام وابويا على الضرايب بتاعتي؟ نو. صحيح. طب ايه الحالات، ايه الحالات اللي ما اقدرش احط فيها الضرايب؟ يعني انا لو والدي بياخد الاس اس اي وحطيته على الضرايب بتاعتي، يبقى انا معنى كده ان انا في حاجة بنتفع فيها من والدي بصرف عليه. وإلا حطه على الضرائب بتاعتي ليه؟ يعني والدي وحطيته على الضرائب بتاعتي، يعني إيه حطيته على الضرائب بتاعتي؟ إن أنا متكفل بيه. أي. فأنا الجزء اللي أنا متكفل بيه ده الحكومة تقول له ربنا يخلي لك ابنك هو متكفل بيه. يبقى في الحالة دي لو ابني حطيني على الضرائب بتاعته وأنا باخد اس اس اي يضرني، ويبقى ده يضر نفسه. هيبقى يا ده يا ده. اوكي. فنيجي مثلا نقول ان انا لو والدي حطيني على الضرايب بتاعته هيوفر في الشهر مثلا في الشهر 1500 دولار. طبعا حاجه مستحيله يعني. طبعا. وانا باخد 1000 دولار من الاس اس اي. يبقى كون ان انا محطوط على ضرايب ابني وهو ياخد 1500 دولار، احسن ما بقى موجود على الاس اس اي وباخد 1000. طبعا. فيبقى في الحالات اللي زي كده ما يصحش ان هو يبقى موجود على الضرايب. ايه الحاجات اللي ما تبقاش موجوده على الضرايب؟ الحاجات اللي هو هياخد منها فلوس، والفلوس عباره عن الكاش ايد، الفود سامس، الاس اس اي او كابي. حتى لو عايش مع ابنه في البيت مثلا قبل. النقط اللي بتقوليها دي بتجرنا الحاجات في غاية الأهمية. يعني طيب يعني والدي لما ياخد اس اس اي يعني معناها انه قاعد في امريكا بقى لوقت طويل. أي. وخد الجنسية ومش عارف ايه، بس في ناس بتاخد الجنسية ولا وقت طويل ولا حاجة، مش بتاخد الجنسية، بتاخد الاس اس اي ولا وقت طويل ولا حاجة. زي ايه؟ افرضي واحد هنا وجه وقدم على اللجوء وهو سنه 67 سنة 68 سنة واتقبل. يقدر ياخد اس اس اي فورا. يقدر ياخد اس اس اي فورا. عايزينهم نمسكهم ايه فئه فئه كده. ليه؟ لان الشخص ده بقى عنده وضع قانوني. شرط الجنسيه مش مطلوب، لأن الحكومة الأمريكية بتقول اللي عنده جنسية أمريكية واللي مقبول في اللجوء الاثنين يتساووا مع بعض أمام البنفت. يبقى الشخص ده يقدر ياخد فود سامس، ياخد ميديكال، ياخد كاش ايد، ياخد كل، ياخد اس اس اي، ياخد كل حاجة، لكن ما ياخدش حاجة اسمها كابي. ما ياخدش حاجة اسمها كابي. هنفرق بين دول وبعض يعني. اي. يبقى اذا الشخص اللي جاي على لجوء ده وخد الكيس بتاعته مشت وخد موافقة في اللجوء، بقى شأنه شأن اللي عنده جنسية أمريكية.
عايز بقى ياخد SSI ياخد يقدم على سكن ياخد كل حاجة ياخد زي وزي الناس التانيين. جميل. يبقى ايه عرفنا الناس اللي هما الكاتيجوري بتاعت الناس المهاجرين كده. طيب وعرفنا لم شمل الأسرة، الفرق في شمل الأسرة ان الأب والأم لهم أولوية والأولاد ما لهمش الأولوية دي. الأخ اللي مقدم لأخوه ياخد 14 سنة ولا 13 سنة، والأم اللي مقدمة لابنها نفس المدة هي إنما الابن اللي مقدم لوالده ووالدته المدة بتبقى قصيرة جدا. طيب نيجي نقول بقى أدي نوع تاني جبناه اللي هم الناس اللي جايين إيه لم شامل الأسرة. لم شامل الأسرة يعني معناها في أبليكيشن اتعمل ومش عارف مين وجوم وبروسيسنج وعملت كل حاجة وجوم. طيب في ناس بقى بتيجي باللوتري. ناس بتيجي باللوتري. اللوتري بقى لا هو لا لم شامل الأسرة ولا لجوء ولا أي حاجة. أي فاللي بيحصل ان في اللوتري بقى الوضع بيبقى مختلف تماما. الوضع بيبقى مختلف ازاي؟ الشخص اللي جاي باللوتري ده ملوش لا ضامن ولا له اي حاجه، وجاي ايه كل اللي حصل ان اللوتري طلعته. ان اللوتري طلعته جاد عليه الدور. فالشخص اللي بيجي باللوتري ده بيبقى عنده كل البنفيت اللي تتخيليه، سواء هو او ولاده او يقدر يقدم على فود سامس تاني يوم ما يجي. يعني اول ما ينزل من الطياره ممكن يقدم على الحاجات دي كلها. الحاجات دي كلها يقدم ايه على ايه بقى؟ يعني نعد بقى. هاجيلك. اوكي هاجيلك. ماشي. طيب هنقول بقى الشخص اللي هو باللوتري ده وصل امريكا. وصل امريكا. طيب ايه البنفيت اللي الشخص بياخده من امريكا عموما اللي هو يتمثل في السكن، الاكل، الكاش، الحاجات دي كلها. طيب هل الشخص اللي جاي باللوتري ده لو فرضنا وبقى سنه 70 سنة يقدر ياخد SSI؟ لا، عشان مش سيتيزن. شوف بتاع اللجوء اخد SSI وهو مش سيتيزن، وده ما خدش الاس اس اي. بس في ولايه كاليفورنيا عامله برنامج لطيف جدا. طب بعد اذنك معلش قبل ما نتكلم على البرنامج، معانا منى ممكن ناخدها ونتكلم على البرنامج بعد اذنك. منى معانا، مساء الخير يا منى. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا حبيبتي؟ ازيك يا استاذ سليم؟ اهلا بك يا ست منى. استاذ سليم من فضلك، انا جوزي بياخد اس اس اي وجاله اللي هو البيت بتاع الشقه بتاعت الحكومه اللي هي الهاب دي، لكن انا ما بشتغلش، ينفع انا اسكن معاه حين ان هو اللي هيدفع المبلغ بتاع الشقه دي؟ اوكي، مش انت زوجه؟ يس. طيب اوكي، ما انا عايز افرق في الحاجات اللي هي لسه قلت الاناس هكلمها بعدين. أوكي. لما بتجيله الشقه اللي جات له هي هتجيله من سكه من ثلاثه. عن طريق واحده بس من ثلاثه، يا سيكشن 8. لو هل جاله سيكشن 8 ولا لا؟ هي اسمها هاد اتش اي اتش اي. الله ينور عليكي. الهاد الهاد ده انت وجوزك تقدروا تسكنوا مع بعض وبتدفعوا 30% من دخلكم. السؤال دلوقتي انا ما بشتغلش، هو اللي هيدفع من الاس اس اي. خلي بالك، ما الهاد ما اسموش ايجار مدعم. اوكي، مسموش ايجار مدعم. ايه هو الحاجه اللي انت بتحتاج انك تدفعي فيها مبلغ وغصب عنك؟ اللي هو الايجار المدعم. لكن الهد الميزه بتاعته، الهد هو زيه زي السكشن 8 بس بالظبط. كل ما في الهد من مشكله ان البيت اللي تسكني فيه هو ده اللي هتتعاملي معاه. اوكي، يعني هو مش هيسالوني انا بدفع ولا لا. مش مهم تدفعي ولا ما بتدفعيش. اوكي، المهم ان هو في حاجه اسمها الهاوس هولد. هاوس هولد يعني الناس اللي جوه في البيت. انت وجوزك بيجمعوا دخلك ودخل جوزك وياخدوا 30% منه، سواء الدخل ده جاي منك او من جوزك ما بتفرقش. اوكي
اوكي فندم كده، اشكرك الف شكر يا فندم. العفو يا ست، العفو. شكرا العفو. شكرا لك يا حبيبتي، اتفضل. طب طيب. معلش سميحه معانا. سميحه. 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 مساء الخير يا سميحه. سميحه. يا سميحه. معانا سميحه ولا ايه؟ ايوه انا معاكي. سميحه ولا منى؟ سميحه. سميحه. مساء الخير يا سميحه، سؤالك ايه يا حبيبتي؟ مساء. بمسي طبعا على حضرتك وعلى الاستاذ سليم، ربنا يخليك لينا ويبارك فيكم. ميرسي يا حبيبتي. الله يخليك. انا جوزي عنده 79 سنه ونشكر ربنا لسه. يا جماعة ممكن تعالوا لنا الصوت بس شوية في الاستوديو لو سمحتوا؟ مش سامع ومش فاهم. علوا لنا الصوت شوية. أيوة حبيبتي اتفضلي. اتفضلي يا سميحة، سامعينك حبيبتي. سميحة؟ طيب معلش أنا مش عارفة المكالمة فيها إيه. منى؟ منى معانا؟ أيوة أنا معانا موجودة. مساء الخير يا منى، اتفضلي حبيبتي سؤالك إيه؟ مساء الخير. أنا عمري 70 سنة ومن ولاية نيويورك. أهلا وسهلا. سؤالي دلوقتي، أنا عايزة أخد الميديكيت بس دخلي أنا وجوزي أكتر شوية من المينيمم اللي المفروض يتاخد عليه الميديكيت، فهل سمعاني؟ سمعك يا حبيبتي، كملي سؤالك، سمعينك. فدلوقتي أنا سمعت إن في حاجة ممكن أعملها اسمها إيريفوكابل تراست. اوكي، فهل الايريفوكابل تراست دي تفيدني اني اخد فيها الميديكيت بظروف دي دلوقتي ان انا معاشي انا وجوزي هيكون اكتر من المينيموم اللي يتاخد عليه الميديكيت؟ طب نسمع استاذ سليم رايه. طيب هقول لحضرتك، هو انت واضح انكم عندكم ميديكير كمان؟ مظبوط. حلو قوي. الميديكير عندك بارت اي ام بي. مظبوط. كويس. الميديكيد لما بتاخديه لو انت الدخل بتاعك يعني يبقى تبقى كواليفايد انك تاخد الميديكيد، اللي بيحصل ان الميديكيد بيكمل الفرق بتاع الميديكير. مظبوط. اوكي. فلو انت البرنامج بتاعك لو انت الدخل هيبقى اعلى من الحاجات دي، اعلى من الكلام ده، ممكن أيوه. تشتري جزء، الجزء اللي هو زيادة. اوكي. يعني انت الميديكير بيعمل لك مثلا 80% من العلاج. مظبوط. بتدفعي 80% من التكاليف، واللي بيحصل ان 20% احيانا بيبقوا عبء كبير كمان يعني. فلو كان لو كان الميديكير يتوافق معاكي هتبقى الميزة بقى انك انت البريميوم اللي بتدفعيه للميديكير الميديكيت هيتحمله. انتوا بتدفعوا كام انتوا الاثنين كل شهر؟ للميديكير؟ لا في الميديكير. الميديكير بندفع احنا الاثنين 200 وحوالي 250 بالظبط تقريبا. الله ينور عليك. 250. ال 250 دول 260 بالظبط. اوكي. لا المبلغ اللي انت بتدفعيه ده لو انت هتبقي كواليفايد للميديكيد، الميديكيد بيدفعه. اوكي. الميديكيد. طب انا مشكله ان معاش جوزي اكتر شويه صغيرين من الكواليفيكيشن، فقالوا لي ممكن اعمل ايريفوكابل تراست اللي هي بيبقى هو انا في الحاله دي مش معرفش ايه اللي في نيويورك، بس هنا في عندنا الناس اللي هم بيبقوا اوفر شويه بيقدموا على حاجه اسمها اوباما كير، بيغطي جزء الفرق فقط لا غير. يعني انت بيغطي اللي هم 20% او انك تشتري تأمين يغطي 20%. لكن بالنسبة المشكلة في الميديكيد ما بيتنزلش هو عن الحدود اللي هو عاملها. حتى لو اتعمل التراست دي الايريفوكابل تراست، ما يعني انا ما اقدرش اعرف هو الميديكيت هتبقى نظريته ايه للحاجات زي كده. هل هيعتبرها نوع من الهروب، نوع من التحايل على القانون؟ ما هو ده حاجه قانونيه مش حاجه قانونيه. ما اقول لحضرتك يعني انا عشان خاطر مانيش يعني ما عنديش معرفه جامده بنيويورك السيستم ماشي ازاي،
بس السيستم هنا ماشي هنا زي ما انت بتقولي، هم بيعملوا الجزء اللي باقي اللي هو في الميديكير 20% بتوع الميديكير الاولى اللي هو ما بين ال 80 لغايه ال 100 بيشتروا تامين يغطي الفرق ده بس. ايوه بيعملوا تامين ده، حتى الواحد لما بيشتريه ما بيغطيش الظروف الجامده يعني. ما هو يعني انت خلي بالك، ما هتبقى في التأمين اللي هتشتريه هيبقى في نوع من الدرجات بقى. بس عندي ليك يعني كده حيلة، يعني ان انت لو فرضنا وقلت ان انا مش عايزة الميديكير، يرضوا ولا ما يرضوش؟ لا ما يرضوش، الميديكير اجباري. اجباري مش كده؟ يعني ما عندكيش اختيار انك تطلعي من الميديكير. لا بكل أسف، لو كنت هتطلعي من الميديكير كنت هتوفري ال 250 دولار. ال 250 دولار طبعا. لا ما مش في ايدي ان اطلع منه، عشان الناس اللي هم اشتغلوا التأمين بتاعهم اجباري. وبيدفعوا فلوس، ويبقوا يدفعوا فلوس في الميديكير ويدفعوا فلوس في الفرق بتاع العلاج اللي هو 20% وكل حاجة. والناس اللي ما بتشتغلش خالص بياخدوا كل حاجة على الجاي. هنعمل ايه الامريكا بقى؟ هي امريكا كده يعني. بالنسبة الموضوع التاني مش واضح لسه قوي يعني. اوكي كتر خيرك، ميرسي خالص. الله يخليك، تعيش، ربنا يخليك. طب ثانك يو. ناخد نوال معانا. مساء الخير يا نوال. نوال ايه بقى؟ مساء النور. ازيك يا جمال؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ كويس جمال، استاذ سليم عامل ايه؟ كويس الحمد لله. كويس نوال. انا على فكره بشوفك وبتبصر كده ان في حاجات حلوه تيجي لينا احنا. الميديكير او الميديكير، انا دلوقتي انا واخده خط الجنسيه. انا مش سامعه. بيطلع لي من الاس SSI 600 جواز دلوقتي، بقالي اكثر من سنتين وضع الجنسيه. فدلوقتي انا واخده شقه جنب بنتي، لما حاسه صحيه ما بتستدعيش اكون بعيده عنها. والمكان اللي خدت فيه انا مقدمه على محدود الدخل لسه ما جاليش، بس بدفع ما عرفتش 500 دولار مع لان الشقه غاليه. لا انا بصي، انا مش قادره افهم بالظبط انت، هو انت ايه الموضوع يعني؟ انا عايز اعرف الموضوع. ان انا باخد فيه بدل مال ايجار رنت، يعني باخد 250 بتوع الرنت نفسه، المفروض انا بدفع رنت مع بنتي. بس بنتي كانت بشقه باسمها الاول عشان معيش ما يثبت ان انا عندي دخل عشان اخد الشقه. طب استنى، هو انت بتاخدي اس اس اي ولا ما بتاخديش؟ باخد اس اس اي 600 دولار بس. ايوه معلش، بدانا نمسك الخيط يعني. طيب انت بتاخد، انت بتاخد الاس اس اي مش كده؟ لا. طيب قاعده فين؟ قاعده مع بنتك؟ لا قاعده في شقه لوحدي، انا قاعده في شقه جنب بنتي. ايجارها كام؟ ايجارها 1000 ونص. ايوه، وانت بتاخد الاس اس اي 1000 وشويه بس؟ لا باخد 600 بس. طيب شوفي بقى ستي، في غلطتين ثلاثة معمولين. بس انا بحكمتك بقى انت هتحلها لي. اوكي، المفروض انك انت السكن بتاعك يبقى اقل من الدخل بتاعك. انا ما فيش اي سكن تاني جنب بنت غير هو ده. لو ربنا يخليكي تستنطي كده تسمعيني. فاللي بيحصل انك انت ساكنه بفلوس اكتر من الدخل بتاعك. في الوقت اللي زي كده انت دي شقة بالإيجار، ما هيش ملك ولا حاجة. لا لا بإيجار. اوكي، اللي بيحصل ان حضرتك تحط بنتك معاكي على السكن على العقد، مش معناها ان هي سكن. ما في العقد، العقد بإذنك، العقد باسمي واسم بنتي بالعقد. اسم مين؟ اسم بنتي وانا الاثنين مكتوبين. حلو، جميل جدا، يعني اسم بنتك موجود على العقد. يا طيب لو انت اتصلتي بيا انا خليكي تاخدي فلوسك كلها بالكامل. ليه؟ يا رب يخليك. استني بصي، في حاجه اسمها اهي، النهارده جايب لك كل الورق محضر نفسي كل حاجه. في حاجه اسمها
household expenses and contribution. يعني يا ريت بنتك تبقى موجودة عشان تسمع الكلام ده. لما بتكون بنتك على عقد الإيجار يعني معناها أنت بتتكفلي بنص الإيجار وهي بتتكفل بنص الإيجار. بنص الإيجار. فلازم يتعمل النموذج ده اللي أنا بقول عليه ويتقدم للإس إس آي. النموذج ده بيقول إيه؟ إن فلانة الفلانية هي وفلانة تانية بنتك بيتقاسموا في الإيجار والتكاليف كلها على النحو التالي. هتطلع حصتك في الإيجار أقل من المعاش اللي بتاخديه. في الحالة دي هيروحوا رافعينك للحد الأقصى. لو أنت قريبة من عندنا يعني يمكن عشان بس صعب قوي إن أنا دلوقتي أقولك تعملي إيه. طيب خليكي أنا ولع التليفون لو سمحتي وهم هيدوكي نمرة الأستاذ سليم. خليكي ما تقفليش. طيب معانا مريم. مساء الخير يا مريم. ألو مساء النور. مساء النور يا حبيبتي. سؤال حضرتك. أهلا حبيبتي إزايك. سؤالي مش واضح. احنا جايين لم شام لينا 8 شهور. ابن اللي جايبنا واحنا في نيوجيرسي. ايه المساعدات اللي احنا ممكن نستفيد منها؟ ما احنا قلنا لما ابنك هو اللي بيجيبك يعني معنى كده ان ابنك هو الضامن بتاعك. تمام. لما ابنك الضامن بتاعك يبقى كل الحاجات المادية اللي هي عبارة عن فلوس اللي هي الفود سامس والكاش ايد والحاجات دي ابنك يتكفل بيها. الحاجة الوحيدة اللي ابنك ما يتكفلش بيها هو انكم تاخدوا العلاج الطبي. العلاج الطبي. لكن انتم ممكن جدا في حاجات تانية جانبية ممكن ابنكم يعملها. زي ايه أستاذ سليم؟ يعني لو انتوا صحتكم مثلا تعبانه شويه ولا انت وجوزك مثلا فعلا ناخد علاج. طيب اوكي. ما هو في الحاله دي ممكن ابنك يقدم طلب للحكومه ويقول ان امي وابويا محتاجين حد يرعاهم في البيت عشان هم ظروفهم الصحيه مش كويسه. وفي الحاله دي الابن بيقدر ياخد مرتب من الحكومه عن الخدمه اللي بيعملها لكم. طب ممكن هو نقدم على الميديكيد؟ على ايه؟ ايه على الميديكيد؟ على الميديكيد ايوه طبعا انت وجوزك من حقكم تقدموا ده ما فيش كلام. انا بتكلم على الناحيه اللي هي دي عشان الفلوس عشان يعني المعيشه. فهو ابنك لو انتوا عندكم الميديكيد انتوا الاثنين انت وجوزك. لما انتم لا عايز اللي يقدم لكم الحاجات دي ضروري. عشان لما تاخدوا لو خدتوا الهوم سبورت سيرفيس ما ينفعش الشخص ياخده الا لو كان عنده الميديكال او الميديكيد. فهم لو هياخدوا الميديكال او الميديكيد يبقى ابنهم يقدر يخدمهم والخدمه دي ممكن تساعد يعني في العبء في المصاريف يعني يزود دخله شويه. تمام. طيب بالنسبه للسكن بالنسبه لايه؟ للسكن ممكن نقدم على السكن. ايوه طبعا السكن. بس المشكله في السكن الحاجه الوحيده ان هو لو تقدروا تقدموا انتوا وابنكم انما انت وجوزك دلوقتي ما تقدروش تقدموا لان ما عندكمش دخل. الحكومه دلوقتي هتقول لا هو حضرتك استاذ سليم هو في دخل بس بسيط. في دخل ايه؟ في دخل بس بسيط. في دخل بس بسيط. لا دخل بسيط يعني ايه؟ يعني انت بتشتغلي او جوزك بيشتغل؟ لا جوزي بيشتغل بس يعني ما الدخل مش كتير لان بيشغل جديد. مهما كان هو ممكن تقدمه على سكن مدعم. اللي لسه متكلمين عليه من شويه اسمه هاد اتش يو دي. ده الميزه بتاعته انه بياخد 30% فقط من دخل الاسره. في الـ HUD 30%. في حاجة في برامج تانية ما بياخدش الـ 30% هنتكلم عليها كلها. طيب. ألف شكر. شكرا حبيبتي. شكرا حبيبتي. أستاذ نبيل معنا. مساء الخير. مساء النور يا فندم. عشان وقت البرنامج يعني مش هعطلكم أنا. لا تفضل. أستاذ سليم. تفضل سؤال حضرتك. السؤال بتاعي من 4 نقاط.
لا معلش الصوت واطي قوي يا جماعه، علنا الصوت مش سامعينه خالص. في بعيد الصوت بعيد ليه؟ علنا الصوت من فضلكم. اتفضلي. ايوه معاك. اه حلو قوي كده. انا حضرتك كده سؤالي من 4 نقاط. انا هنا عندي عادة 60 سنة وعامل شمل ابني زي كده في مصر بقالي 6 سنين. بعتوا لي جواب زي كده. جواب زي كده من حوالي سنة قالوا لي زي كده من هيئة الهجرة رفع بيها الطلب بتاعك، وانا بلغت بجواب بعد 45 يوم وما سألوش فيه. دي حتة. الحتة الثانية، أنا دلوقتي عندي 62 سنة مش باخد لا ميديكير، مش باخد فولستان ولا ميديكير، باخد ميديكير بس. هل من حقي بس بعد كده الشقة زي كده من ممكن نجزأ الأسئلة؟ ماشي. ممكن نجزأ سؤال سؤال كده؟ اتفضل. أنا دلوقتي ابني مقدم له بقالي 6 سنين. أنت مقدم إيه؟ لم شمل؟ لم شمل. أنا جاي لمين؟ لابني. أوكي كويس أوي. أيوه. بقالك قد إيه مقدم له؟ بقالي 6 سنين. كم؟ 6 سنين. ست سنين. أوكي. بعت لي جواب زي كده قالوا لي إنه الطالب بتاعك رفع على هيئة الهجرة. بعت له جواب يقول ايه؟ مش عارفه. بعت له جواب ايه؟ الطلب بتاعك اترفع لهيئه الهجره. راح لاداره الهجره؟ اترفع لهيئه الهجره. ايوه. ما هنبلغك بجواب بعد 45 يوم. لا لا لا، الكلام ده مش صحيح كده. هو ايه اللي بيحصل؟ انك انت لما بتقدم الطلب لم الشمل، انت بتعمل نموذج وبتقدمه لاداره الهجره. فالنموذج ده لما بيروح لهم هما بيبعتوا لك ايصال. بيبعت لك ايصال. الايصال ده الميزه اللي في الايصال ده ان فيه كل البيانات الخاصه بابنك. وبيبقى فيه رقمين في الايصال. بيبقى فيه رقمين. في رقم اسمه A number اللي هيبقى الجرين كارد بتاعه بالرقم ده، وفي الحاله رقم الحالة بيبقى على ايدنا الشمال فوق خالص. على ايدنا في الوصل، على ايدنا الشمال فوق خالص بيبقى في ده اسمه رقم الحالة. والرقم التاني اسمه A number. الاي نمبر ده هو رقم الجرين كارد اللي ان شاء الله هياخده. لما انت بتبعت كده وهم بياخدوا منك، هم كل اللي بيعملوه اللي بيقول لك ان احنا طلب الجنة وحنبعته لإدارة الهجرة في خلال 45 يوم، في خلال معرفش مين، ما تفرقش أي حاجة. بس فدي ده حاجة طبيعي جدا، وانت يعني واضح انك انت مقدم بقالك مدة كويسة. بس في حاجة مهمة جدا جدا، انت عامل نفسك انك انت الوكيل بتاعه هنا في أمريكا ولا لأ؟ انا الوكيل بتاعه، عشان خاطر كل الأخبار اللي هتيجي بخصوصه تروح لك. كل الاخبار تروح لك انت اول باول، لغايه ان شاء الله ما يجي، لغايه ما ربنا يكتب له السلامه ويجي. هيبقى يعني اخر مرحله دي بتبقى الورق بتاعه راح لمركز الفيزا، ده قرب ما يكون الموضوع خلاص اخذ حدوده يعني. طيب عايدك اسئله تانية؟ حضرتك دلوقتي انا كنت مقدم له بالجرين، انا حاليا اخذت الجنسيه. ايوه. هل ممكن اثبت الجنسيه ولا بلاش؟ هل ممكن ايه؟ انا قدمت له بالجرين وانا حاليا خدت الجنسيه. ايوه طبعا. اثبتها ولا بلاش؟ لا، يا ريت تغير الوضع بتاعك عشان خاطر الترتيب بتاع الجرين كارد غير الترتيب بتاع الجنسيه. تغير الوضع بتاعك. يعني الجنسيه. ايوه طبعا. طبعا. طيب. وتخلي تخليهم حاجه اسمها تغيير في الحاله. انك انت مقدم الطلب اصبح عنده جنسيه امريكيه، ودي تبقى بتعتبر ميزه. بيتنقل هو الفئه بتاعته بتتنقل لواحد جاي عن طريق
الجنسيه عن جنسيه الوالد. طب شكرا يا فندم. معلش ناخد المكالمات بسرعه عشان طيب معنا مكالمات كتيره قوي. في حاجه ثانيه. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. سميحه مساء الخير يا سميحه. مساء الخير مدرسنا. مساء النور حبيبتي. عندي جوزي عنده 89 سنه. والحمد لله لسه بيشتغل لغايه دلوقتي. لكن انا سمعت بس مش متاكده كويس ان بعد سن معين اما يكون حد بيشتغل وابطل اظن من 72 سنه بيتخصم منه من السوشيال سيكيورتي دولار عن كل دولار او عن كل 2 دولار هو بيقبضه. انا مش فاهمه الحاجه. طب نسمع الاستاذ سليم ايه رايك؟ ايوه سليم. هو الناس اللي بتاخد اس اس اي الحكومه ما بتقول مش بناخد بناخد السوشيال سيكيورتي. ما هو السوشيال سيكيورتي اللي هو بياخده حاجه اسمها اس اس اي. هو بياخد من السوشيال سيكيورتي حاجه اسمها اس اس اي مش كده ولا ايه؟ صح ولا لا؟ انا لا حضرتك اللي بتقول لي الاسم الصح. اوكي الاس اس اي بيقول انك انت ليك مبلغ معين بتاخده. لو اشتغلت فوق المبلغ ده كل 2 دولار تكسبهم من الشغل نخصم دولار من الاس اس اي بتاعك من المعاش بتاعك. لو كان الاس اس اي كل 2 دولار هيعملهم من الشغل يخصموا دولار من الاس اس اي. يعني افرض ان هو بياخد 1000 دولار من الاس اس اي فرضا يعني وبيشتغل كمان ب 1000 يخصموا من الاس اس اي 500. كل 2 دولار بيكسبهم من شغله بيشيلوا 1 دولار من الاس اس اي عشان يشجعوه انه يستمر في الشغل لان هيبقى دخله بدل ما كان 1000 بقى 1500. ايوه فدي حاجة بديهية ومعروفة جدا جدا. يعني عندك حاجة تانية ولا بس هو ده السؤال؟ لا هو ده بس. طب خليني أنا أقول المثل. يعني أنا عندي هو بيشتغل في الأسبوع ب 400 دولار وإن هو السوشيال سيكيورتي بتاعته حوالي 600 غير اللي بيدفع للميديكير اللي هو حوالي 100. لا 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 ده أنت في متاهة بقى. طب ايه اللي هي الاساس ليه؟ نو اصل هو دلوقتي لا الشخص اللي هو بياخد المساعده من الحكومه دي مش مساعده يا شيخ. احنا ما بناخدش مساعده، احنا بناخد معاش من الحكومه. طب ازاي بتاخدوا معاش وبيخصموا منه ازاي؟ كلام مش ممكن. انا بسال حضرتك. لا يمكن. هل ده خطا؟ لا ده خطأ. انا اتخطأت. ده خطا شديد. انا بسال حضرتك. انا سمعت انه بيتخصم، هل ده صح ولا غلط؟ لا غلط، ما بيتخصمش. اوكي هو انت بتقولي ان هو بيتخصم منه ولا ما بيتخصمش؟ لا بيتخصمش. لا هي بتسال بس، هي سمعت فبتسال عايزه تعرف. لا لا الحاجه الوحيده ان هو لو بياخد مساعده من الحكومه اللي هي الاس اس اي لكن لو ده المعاش ما يتخصمش. ان شاء الله يشتغل ب 5000 في الشهر. شكرا يا حبيبتي. ناخد الاستاذ انور. مساء الخير. عشان معنا مساء النور يا فندم. مساء النور يا حبيبي. اهلا وسهلا. كنت في الاول كنت انا معايا جرين وكنت على ميديكال. ايوه. وبعدين خدت الجنسيه وباخد اس اس اي. ايوه. فحولوني مباشر على الميديكير. بس صحيح. لما كنت باخد الميديكال ما كنتش باخد اي مصاريف للادويه ولا فلوس ولا حاجه. لما تحولت على الميديكير بيدفع مبلغ كل الادويه دي اللي حواليه. بتدفع مبلغ بسيط جدا دولار. بسيط دولار و 145 كل هو دواء يعني. لو انت على الميديكال بس مش هتدفع حاجه. ما الميديكال الادويه لما انا كنت على الميديكال ما بدفعش حاجه خالص. كلام صح. هم لما اتحولت مباشر. لا لا مش اتحولت، انت اترقيت. لا مش اترقيت. انت اللي حصل انك اترقيت، لما اترقيت بقى بيخصموا منك. ليه الكبار بفلوس دي يعني كبار؟ الميديكال بياخدوا الادويه فور فري.
من غير اي حاجه خالص، ما يقدرش كده. الميديكير بتدفع على الجينيريك 1 دولار وعلى الاوريجينال بتبقى 4 5 حسب ما يكون يعني. فالميديكير لان الميديكير يعني كان في حاجه كنت قلت عليها قبل كده، ناس يتصلوا بيكي في يتصلوا بالناس في التليفون، يا عم سليم احنا عندك ميديكال؟ ايوه عندك ميديكال. طب بس الميديكال اللي عندك ده وحش يا عم سليم. اه بتاعنا احلى. بتاعنا احلى، ايه عايزين ايه؟ يقولوا تعالى على الميديكال بتاعنا احنا. طب يا جماعه ما هو ده ميديكال وده ميديكال. اللي بيحصل انه الناس اللي بيتصلوا دول هو بيبقى بياخد عموله. ايوه. ويهمه ينقلني. انا مش صحش ان انا استجيب للكلام ده على طول. لازم اروح للدكتور بتاعي الاول تساله يعني، واساله واقول له ان في جاي لي كذا كذا، لان ممكن جدا انقل من ميديكال لميديكال تاني ويكون الدكتور ما هوش مش على البلان ده. مش على البلان ده. بس يا دكتور استاذ سليم، الدكتور الصيدلي قال لي انت ممكن تتصل بيهم وتقول لهم انا عندي ميديكال سكندري. لا ما خلي بالك، انت ممكن جدا تطلب ان هم يعفوك من مصاريف الدواء كلها اذا كانت المصاريف بتشكل عليك رقم كبير. لان هم ممكن 10 دولار ما دولار يعني مش حكايه. اهم حاجه انت بتاخد فلوس من الاس اس اي ولا لا؟ باخد المبلغ من الاس اس اي كامل. المبلغ بالكامل، هو دي الشطاره. هو ده الكويس، ده تعجبني كده يعني. اللي هو 1133. الله يسلمك، تمام. ادعي لعم سليم. يلا عم ده انت عامل على طول يعني، بس انت بتقول لي طلعت على المعاش نورت تاني اهو. لا لا انا برضه على المعاش، ما تقولش حاجه ما تفهمش عليا. اصل انا قلت ان انا طلعت على المعاش. شكرا يا استاذ نبيل، انت بقى معايا ورايا في كل حته بقى. ربنا يديك الصحة، مش أسلم بيك. الله يخليك. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. معنا ابن الكنيسة، مساء الخير. ابن الكنيسة، أهلا بحضرتك. أهلا بيكم، مساء الخير. مساء النور يا فندم. أنا عايز أتكلم مع الأستاذ، مساء الخير الأولى بيه. مساء النور يا فندم. مساء النور يا حبيبي، أهلا. اتفضل يا فندم، سؤال حضرتك إيه؟ أنا اشتغلت 30 سنة إلا 4 شهور في شركة. وطلع لي معاش، انا النهارده بقى لي 80 سنه، من 4 سنين سايب الشغل، 30 سنه في الشغل. أيوة. يطلع لي معاش حوالي 1200. ايوه. ايه اللي اقدر اعمله عشان يجي لي دخل تاني؟ الألف دولار ما بيكفونيش. لا طبعا. لا ما هو المشكلة بقى ان هي المبالغ دي الحكومة حاطة حدود لها وما بنقدرش نتعداها. ما بنقدرش نتعدى الحدود دي. انت بس عشان خاطر ان دخلك قليل كده ممكن تطلب مساعدات من انواع تانية. يعني مثلا انت ممكن تطلب مساعدة في السكن. مساعدة إيجارية في السكن بتاعك. لا السكن بتاعي والبيت بتاعي. طيب ماشي، ما انت دلوقتي البيت بتاعك انت بتدفع قسط جامد للبيت ولا مفيش؟ بدفع قسط حوالي 1250. طب يعني ان شاء الله باذن الله كده بتجيبهم منين؟ بجيبهم منين؟ لازم يساعدوني او في كمان رصيد من الكنيسه. الكنيسه بتساعدك الكنيسه بتساعدك تشتري بيت؟ مش مصدق. لا يا حبيبي، لا 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 البيت ده انا الله ينور عليك. الله ينور عليك. ولاده بيساعدوه. اي الله ينور عليك. البيت بقى باسمك انت ولا باسم ولادك؟ باسم انا وابني. اي يعني انت مالك. ايوه يا بابا. انت مالك. اللي بيحصل دلوقتي الحكومه، انت عايش في كاليفورنيا ولا في ولايه ثانيه؟ ايوه يا حبيبي عايش في كاليفورنيا. كاليفورنيا بتقول كل شخص دخله أقل من 1133 دولار في الشهر يطلب المساعدة. الشخص اللي أكتر من كده ما يقدرش يطلب المساعدة. الحاجة الوحيدة أنت بتدفع في الميديكير بتاعك ولا ما بتدفعش؟ بدفع للدكتور وبدفع للعلاج وبدفع للإشعة وبدفع للتحليل. بس جينا بقى، هي دي اللي عم سليم هيساعدك فيها.
انت تروح تقدم على الميديكال بما انك عايش في كاليفورنيا. الميديكال ايوه الميديكال هيعمل ايه؟ الجزء اللي انت بتدفعه 20% والمش عارف الاشتراك الشهري ده الميديكال هيدفعه بدالك، بس لازم يكون حد فاهم هو بيعمل لك ايه. انت بصراحه انا بقى 4 سنين دلوقتي، بقى لي 30 سنه في امريكا مش عارف اعمل حاجه. ما احنا انت دلوقتي انت طالما انك انت داخلك بتقول حوالي 1200 ولا حاجه زي كده، انت من حقك انك انت تاخد ميديكال. ليه؟ لان كل واحد بياخد اقل من 2000 دولار في الشهر من حقه يقدم على الميديكال. فانت في الحاله دي هيبقى عندك حاجتين، واحده اسمها ميديكال والتانيه اسمها ميديكير، اسمه ميدي. الميديكال هيغطي الجزء اللي انت بتدفعه، يعني هم بيخصموا منك حوالي 164 دولار في الشهر. الفلوس دي هتجيلك، هترجع لك، هتاخدها تاني اذا قدمت على الميديكال. طول ما انت ما قدمتش ما خلاص ما فيش حل تاني. طيب تمام، شكرا لحضرتك يا فندم. لو عايز اي حاجه ممكن بعد اذنك يكلم حضرتك يا استاذ سليم. ما فيش مانع يعني. طيب تمام يا فندم. معانا الاستاذ نبيل، مساء الخير يا فندم. طيب معانا القديس. ايوه يا فندم، مساء النور قديس. ايوه اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. عندي سؤال للأستاذ سليم. تفضل يا فندم، تفضل. حضرتك أستاذ سليم، أنا في نوفمبر 22 أخذت سكن من 6 سنين يعني. في الوقت ده أنا ما كنتش سيتيزن وما كنتش باخد السيتاي. زوجتي كانت بتشتغل بتعمل 1200 دولار في الشهر، وبناء على الحسابات اللي قدمناها من البنك والشيكات عملوا لنا في الشقة 769 دولار. فدلوقتي أنا خدت سيتيزن وخدت SSI في شهر مارس الشهر ده. هل حيزودوا الإيجار علينا وهل أنا بلغوا ولا لا هم يعرفوا؟ لا، أنت بتدفع، أنت على برنامج اسمه بروجكت مش كده؟ أيوه الله ينور عليك. البرنامج اللي اسمه بروجكت، الشقة بتبتدي من 566 دولار. ايوه بتبتدي من كده، والشقه بترتفع كل ما ارتفع دخلك. الكشف بتاعها قدام مني معايا اهو. يعني الشقه اساسا هي بتبقى الوان بيدروم ب 566 دولار. مش انت واخدين وان بيدروم ولا اتنين؟ لا وان بيدروم. اوكي، بتبتدي من 566. ال 566 ممكن توصل لغايه 1187، ان كل دخل عندك بيزود، كل دخل عندك بيزود، كل دخل عندك بيزود. فانت كل اللي بيحصل ان هي ال 30% بتوعك الحد الادنى بتاعهم مثلا 566، افرض بقى انك انت بتاخد 2000 في الشهر، بقت ال 30% بتوعك بقى 600 دولار. لو بتاخد اكتر الفلوس بتاعتك بتزيد. بس انت دلوقتي دخلك قد ايه كله؟ 1200 من الشغل و 1000 دولار SSI، يعني هم الا 7 دولار بس، نقول 1000 يعني. ما انت بقيت 2000 وشويه هتبقى دخلت، يعني هم عاملين ده بحيث ان دخلك لا يتعدى، يبقى ما بين 19000 لغايه 28000. اول ما دخلك يعدي الرينج ده تروح في مجموعه ثانيه. انا النهارده بالصدفه جبت لك دي معايا. طب كويس. كانت دلوقتي حضرتك يعني بالاس اس اي والشغل بقى 1200. أيوة. يعني انا المفروض دلوقتي 770 كده مظبوط؟ ايوه. يعني لو زاد عن كده هيزيد ثاني. ما انت بص، ال 2200 3 في 2 ب 6 و3 في 2 ب 6 600 وشويه. هما أيوة. بيزودوا، جاي بيزودوا عليها شويه عشان خاطر اليوتيلي اسمها
اللي اسمه ايه اللي بيدفعوا عشان الجنايني ومش عارف مين زي ايوه السيشن فيز اسمها كده حاجه زي كده يعني مينتنس حاجه زي طيب اوكي ماشي طيب شكرا لحضرتك يا فندم هناخد اخر شكرا شكرا هناخد معلش بعدها ناخد اخر ثلاث مكالمات مش هنقدر ناخد مكالمات تانية عشان في حاجات كثيره قوي الاستاذ سليم لازم يتكلم عليها النهارده هناخد الاستاذ رفيق مساء الخير يا فندم مساء النور يا فندم مساء النور حضرتك انا عندي 59 سنه والسنه اللي فاتت انا خدت بيت خدت ايه؟ بيت؟ حضرتك بتقول اخدت بيت؟ يعني مبروك وبعد وانا بكتب العقد دخلت بنتي معايا كانت في الكليه وهي دلوقتي بتشتغل خلصت يعني اوكي يعني ده وبعد كده انا جيت تعبت بالقلب وعملت عمليه قلب وما بقيتش قادر اشتغل زي الاول يعني وانا في بنسلفانيا فيلادلفيا فحمل البيت دلوقتي زاد حتى في الضرايب عندنا فبقيت ادفع مبلغ يعني كبير شويه اللي هو المورجش وهم باصين على اساس بنتي بتشتغل فمش مدين لي مساعدات يعني بحاجه فايه المساعدات اللي انا ممكن اعملها ولا اطلع بنتي وبنتي هتتجوز كده كده يعني لا ما انت في عندك مشكله دلوقتي ان البيت ده بتدفع له مورجج انت دلوقتي ايوه بدفع له المورجج بتدفع له كام في الشهر 1600 وكسور يعني كلام كويس قوي كلام كويس انت هل انت بتاخد اي معاش دلوقتي او اي دخل من الاس اس اي من اي جهه ولا لا لا ما باخدش اي معاش أنا جيت بقى تعبت الفترة دي وعندي 59 سنة يعني أنا ما دخلت معلش مش أنت عندك جنسية أمريكية ولا ما عندكش؟ خدتها كلام كويس جدا جدا أنت دلوقتي لما يكون عندك جنسية أمريكية وحصل عندك عجز من أي نوع يبقى كأن بقى سنك 65 سنة إن شاء الله يكون سنك 40 سنة طب أعمل إيه حضرتك؟ لما بتبقى عندك عجز من أي نوع العجز بيحل محل السن يعني أنا لا عشان لما أقدم على SSI بيقولوا لي لازم يكون سنك 65 سنة ومش بس كده أو إنك تكون عندك عجز يبقى إذن 65 سنة ممكن نشيلها لو في العجز موجود فأنت دلوقتي بما إنك خدت الجنسية الأمريكية كل مطلوب منك إنك أنت تقدم على حاجة اسمها SSI الاس اس اي هيقول لك انت شرطنا انك يكون سنك 65 سنه او عاجز فانت هتقول ان انا عندي عجز مين اللي هيساعدك في الكلام ده الدكاتره الدكاتره بيعملوا توصيف لك ويقولوا فيه ان فلان الفلاني عاجز عاجز بمعنى ايه ان هو غير قادر على العمل العجز عند الحكومه هي معناها not able to work يعني غير قادر على العمل فلو عملت كده وعملت بشكل كويس جدا هيطلع لك الاس اس اي وفي الحاله دي تبقى انت وبنتك تعملوا كومبينيشن سوا مع بعض في دفع الايجار انت تدفع المورجج انت تدفع النص وهي تدفع النص طب حلوه ما هي بنتها هتتجوز كده كده حضرتك يعني هم ما لهمش دعوه مش مسؤولين عن ان يدفع لك المورجج بتاعك لا شغلها ظاهر عندهم فهم على اساس ان هي ما استغلت طب انت ليه حاشرها في نص الموضوع ما انتوا كل واحد منكم مستقل عن نفسه انتوا كل ما في الامر انكم ملاك مشتركين في الملكيه لكن لا انتوا مشتركين في الاكل والشرب ولا في المعيشه ولا اي حاجه كل واحد عايش لوحده يعني كل اللي حاصل انكم عايشين مع بعض ما تعملش نفسك ان انت وبنتك وحده واحده انتوا كل ما في الامر انكم ساكنين سوا مع بعض عشان ما تظلمش بنتك طب وهي ما تتجوز وتتنقل لبيت جوزها هيبقى وضعها ايه يعني مش عارف يعني
ما يعني أنا, يعني انا بقول لحضرتك دلوقتي الحكومه ما بتبصش للاعتبارات الجانبيه دي. وانت لما يكون عندك بيت ماشي، البيت مش هيعوقك عن اي حاجه، بس هو دلوقتي لما يكون انت هتاخد 700 دولار ولا 800 دولار والقسط بتاعه 1500 هتجيبه منين؟ فانت احسن حاجه اللي هي المشاركه دي مع بعضكم. طيب شكرا، شكرا يا فندم. ناخد سلوى. مساء الخير يا سلوى. شكرا. طيب استاذ منير. الو مساء الخير يا فن. مع حضرتك. انا كنت عايز اسال استاذ سليم على حاجه، ممكن؟ اتفضل يا فن. اتفضل. انا اخذت الجنسيه وبعاين من الكلى، لان الكلى بتاعتي مش بتشتغل غير 6% حاليا. فعايز اقدم على الديسابيليتي. بس مراتي بتشتغل، انا مش بشتغل. ايوه. وعندي 63 سنه. ايوه. هل انا اقدر اقدم على الديسابيليتي؟ ايوه طبعا. طب الدكتور قال لي امضي لك على الابلكيشن، مفيش مشكله. بكل بساطه انت مقبول. هيديني كام بقى؟ هيديني كام يا استاذ سليم؟ لا ما انت دلوقتي اللي واقف بقى عقبه في السكه. مش عايز اقول يعني. مراته عشان تشتغل؟ هي مراتك واقفه عقبه في السكه. طب هي ما يعني هو ماله مال زوجته، هو اللي مش قادر يشتغل. جاريه ست اناث، ثم اللي احنا بنقول واحده هتصرف على هو هيتصرف على اثنين. احنا مش عايزين التحيز ده. مش تحيز. احنا بنقول مش تحيز بس. طب الـ 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 يعني طب يصرف ازاي على البيت؟ لازم اثنين يشتغلوا. احنا هما الاثنين ويصيران جسدا واحدا. ايوه بس ماشي لسه. انت هتختار عيلك بقى، موضوع ده ماليش دعوه. طب ايه يعمل ايه؟ هو دلوقتي الحكومه الامريكيه بتبص للزوج والزوجه على انهم وان هاوس هولد. طب هي ما بتكفي يعني، هي مش بتكفي غالبا يعني الشخص واحد مش هيكفي. دي بقى لها مقاييس، لها معايير. يعني لو الزوجه بتعمل 3000 دولار في الشهر مثلا يعني، والزوج يجي يقدم على كده يقول له ما مراتك معايا، يقول له مراتي ما بتدينيش، احنا مالناش دعوه، ما يهمهمش. بس لو بتاخد 1500، ما 1500 انت ممكن تاخد تكمل تاخد. هيطلع لك حوالي هيطلع لك كمان حوالي 500 دولار 600 دولار. طب ينفع لو انا جبت في كاليفورنيا ولا موجود في حته ثانيه؟ في كاليفورنيا. وكلمت حضرتك قبل كده. طب انا لو نزلت كده، لو زرحت كده، لو نزلت مصر وزرحت كده ورجعت، ينفع اقدم على الديسابيلتي برضه؟ ما انت دلوقتي سنك مش، انت مش محتاج تقدم على الديسابيلتي. انت قلت لي سنك حاجه و60. 63. 63. 63 هتقدم على الديسابيلتي. لازم يكون سنك 65. لازم يكون 65 عشان يقدم على ايه؟ على الاس اس اي. او يكون ديسيبل. فالديالوسيس او الناس اللي عندهم كلى فشل كلوي بيعتبروا ان ده عنده كواليفيكيشن ان هو ديسيبل. لكن دلوقتي ما يقدرش يقدم على الاس اس اي. يقدر. يقدر دلوقتي. يقدم باعتباره ديسيبل. يعني احسن له يقدم على الاس اس اي ولا ديسابيلتي؟ ما هي برافو عليك قلتيها بالطريقه الصح. الاس اس اي ولا الديسابيلتي؟ لا هما الاثنين حاجه واحده. طب ما انا ما اشتغلتش خالص في البلد. ولا يهمك حاجه ولا يوم واحد، مش عايزينك تشتغل ولا يوم واحد. تمام. وتاخد المعاش بامر رئيس الجمهوريه. على 65. على 65 يا حبيبي. او ايه؟ او ديسيبل. او ديسيبل ما ينفعش دلوقتي واخد. طيب ما ينفعش ايه دلوقتي؟ ما دلوقتي ينفع. حتى لو زرعت كلى. يبقى انت ما انت لو زرعت كلى وبقيت كويس هتبقى مش ديسيبل. بس انت دلوقتي الفكره انك انت سنك دلوقتي فاضل لك سنتين اتنين وتبقى 65. لو هتقدم دلوقتي على الاس اس اي باعتبارك ديسيبل هيقبلوك 100%. هيقبلوك 100% بالوقت حاليا. ليه؟ لان الناس اللي هم عندهم حاجات الكلى دي لهم لهم افضليه جامده جدا. طب ممكن حضرتك تساعدني واخد التليفون بتاع حضرتك عشان اكلمك وتعمل لي الابلكيشن بكل سرور. خليك يا فندم على الخط، خليك على الخط ما تقفلش وما يدوك نمره استاذ سليم، خليك لو سمحت.
تمام. انا كان معلش بعتذر تاني اللي في مكالمات بس انا مش هنقدر ناخدها عشان في حاجات كتير قوي لازم استاذ سليم يغطيها النهارده. معلش استاذ سليم. فنرجع تاني للبرنامج اللي بنتكلم عليه في اول الحلقه. لو حضرتك تتكرم وتكمل. طبعا انا نسيت لا لا نسيت انا كنت بقول ايه كويس بس انا فاكر اخر حاجه انا فاكرها يعني كنا بنقول الناس اللي هم جايين ايه لوتري او مش عارف ايه احنا كنا بنتكلم تاني نتكلم على البرامج اللي زي البرامج السكن والحاجات دي. فالناس اللي هنقول بقى ان النيو كامرز انت سالتيني في الاول الناس النيو كامرز دول واحنا صنفناهم قلنا الناس اللي جايين على لجوء حاجه والناس اللي جايين لم شامل حاجه والناس اللي جايين باللوتري حاجه ثالثه. اخر حاجه كنا بنتكلم فيها الناس اللي هم جايين على اللوتري. اللي جاي على اللوتري ده ملوش لا ضامن ولا اي حاجه. ما عندوش لا ضامن ولا حاجه. اللي جاي على بتاع عامل اللجوء مستني قرار اللجوء. وقلنا لو خد قرار اللجوء بقى شأنه شأن اي واحد امريكاني. التاني اللي جاي على الأسرة عنده الضامن بتاعه متكفل وفي حدود للكلام ده. الشخص بقى اللي هو ملوش ضامن اللي هو جاي على اللوتري في الولايات الأخرى الشخص ده ما بيعرفش ياخد حاجة كويسة. كاليفورنيا عاملة برامج للناس اللي زي كده. يعني الشخص اللي جاي على اللوتري وسنه 65 سنة يقدر يقدم على الاس اس اي؟ لا، يقدم على كابي. ايه الكابي بقى؟ كابي برنامج موجود في ولاية كاليفورنيا اسمه كاش اسيستنت بروجرام فور ايميجرانت. ده غير الكاش ايد ولا هو غير الكاش ايد؟ هو الكاش ايد نفسه. لا مش الكاش ايد. الكاش اسيستنت بروجرام شروطه هي شروط الاس اس اي ان الشخص لازم يكون 65 سنه او ديسيبل ونوت كواليفايد فور اس اس اي. يعني الاس اس اي هترفضه ليه؟ تقول له ما عندكش جنسيه مش هدي لك حاجه. يعني لو ما عندوش جنسيه لكن عنده جرين كارد، عنده جرين كارد عن طريق اللوتري ممكن ياخد الكابي. اوكي اوكي. الحاجات دي كلها انت السبب فيها. بس انت عارف البدايات كلها جت منك. طيب عشان مين اللي فتح كابي وفتح اللي هم سبورت سيرفيس والكلام؟ فاكره انت 10 سنين ولا 12 سنه وكان الكلام ده كنا بنتكلم عليه. فالكاش اسيستنت بروجرام دلوقتي كل شروط الاس اس اي هي بالظبط، لازم يكون 65 سنه او يكون ديسيبل. طب افرض ان انا عندي جنسية امريكية وسن 40 ولا 45، هل ممكن اقدم على كابي؟ نو. ما هو من يعني ما يكونش عندي الجنسية. ما يكونش الجنسية يعني المفروض 40 سنة المفروض بقى يبتدوا يشتغلوا لو بصحته يعني بصحته. افرض واحد ديسيبل او تعبان. لو ديسيبل بقى طبعا. يعني اذا شروط كابي هي ان الشخص ما يكونش عنده الجنسية او يكون خد الاسايلم عشان يتقبل في كابي. ليه؟ لان اللي خد الجنسيه واللي اتقبل في الاسايلم الاس اس اي هو المتكفل بيه. يبقى ده اسمه كاش اسيستنت بروجرام. بيدي كام؟ نفس الرقم اللي بيديه الاس اس اي. نفس الرقم هو هو. طيب هل وجود الزوجه مع الزوج بيأثر؟ ايوه. يعني لو حد فيهم بيشتغل يتأثر الـ فالحكومة عاملة الحد الأقصى لاتنين مع بعض عشان خاطر ياخد الـ SSI $1,900 عشان ياخد الكابي. فلو فرضنا أنا مثلا أنا مقدم على كابي ومراتي بتعمل $2,000 في الشهر، هيقولوا أنت عايز ليه؟ ما مراتك بتشتغل. ما يهمهمش بقى مراتي ايوه راضيه مش راضيه، ده الكلام ما ينفعش. يبقى اذا هي الشروط هي بالظبط. كل اللي حصل ان ولاية كاليفورنيا عشان فيها عدد كبير جدا جدا من المهاجرين عملت القانون ده خاص بولاية كاليفورنيا فقط لا غير. لكن الولايات التانية مختلفة لدرجة يعني. ان انا لو واخد كابي هنا ونقلت من كاليفورنيا رحت اريزونا يتقطع. مش معقول من ولاية لولاية يتقطع. اوه
بس اكيد طبعا ولاد تانية عندهم حاجات بكل يعني اسف ده مش موجود. معقول؟ مش خدت بالك ازاي؟ فالناس اللي زي دول بقى في الولايات التانية بيقدموا على ايه؟ على كاش ايد. ده معاش. طب ايه الفرق بين ده الكيابي والكاش ايد؟ الله ينور عليك. قلنا كيابي ده حاجة خاصة بولاية كاليفورنيا. المركز الرئيسي بتاعه فين؟ في حتة اسمها ساكرامنتو. الهيد اوفيس بتاعه في ساكرامنتو. لما بتيجي تقدم الطلب، الطلب بيبقى مكتوب فيه هل انت عندك جنسية امريكية؟ يس، ما طلبك يترفض. هل انت مقبول في اللجوء؟ يس، طلبك يترفض. ده على الكاش ايد؟ على الكيابي. على الكيابي. اوكي. كويس؟ اوكي. الكيابي ده قلنا عليه ان هو عبارة عن معاش. زيه زي الاس اس اس بالظبط. حتى الفلوس هي بالظبط يعني. نيجي نتكلم بقى على الولايات التانية. انا جاي باللوتري وكل حاجة ورحت ولاية تانية بس ما فيهاش كيابي. فانا جاي باللوتري، هل من حق ان اطلب مساعدات من الحكومه؟ ايوه اطلب مساعدات، بس اللي هيعمل الحاجات دي في الوقت ده حاجه اسمها السوشيال سيرفيس، مش السوشيال سيكيورتي. السوشيال سيرفيس، الخدمات الاجتماعيه. فالمكتب اللي هو بيعمل الخدمات الاجتماعيه بيعمل الفود سامس وبيعمل الميديكال وبيعمل الكاش ايد. المكتب ده. فانا لما اكون جاي باللوتري ومعايا اولاد وكلام ده كله، ممكن اروح اقدم على الكاش ايد. الكاش ايد هو زي الفود سامس بالظبط، حتى الكارت اللي هو بيدله الفلوس بيبقى موجود على الكارت بتاع الفود سامس. يعني افرض ان انا رحت المكتب بتاع الفود السوشيال سيرفيس وقلت لهم ان انا عايز اخد فود سامس وعايز اخد كاش ايد، يقولوا خلاص انت مقبول في الفود سامس والكاش ايد، هندي لك فود. انت عندك ولاد ايه؟ 3-4 ولاد وزوجتك ومش عارف، هندي لك فود سامس $400 او $600 في الشهر، وهندي لك كاش ايد $800 في الشهر. ويدوني كارت. الكارت ده ياخد سكتين، جزء منه يندفع في الاكل والجزء الثاني الكاش ايد. قلنا بقى الناس اللي بيقدموا على كاش ايد اللي هم مين؟ اللي هم ما عندهمش لا ضامن ولا عنده اس اس اي ولا عنده اي حاجه وباللوتري. هل الحاجات دي ليها وقت ماكسيمم تايم وبتتقطع؟ لا، الماكسيمم بتاعها الحاجه الوحيده اللي لها وقت محدود جدا اللي هي الناس اللي خدت الاس اس اي عن طريق اللجوء. ايه اللي بتقطع بقى عنهم؟ بعد 7 سنين من تقديم الطلب بتاع اللجوء الاس اس اي ما يسقط. بعد 7 سنين من طلب اللجوء بيسقط؟ يعني افرض ان انا خدت اللجوء، قدمت على اللجوء وقعد 3 سنين وجالي. جات لي اللجوء وبقى سن 66-67 سنة ورحت قدمت على الاس اس اي، راحوا مديهولي، ابص لاقي 4 سنين فاتوا وروحوا قاطعينه مني تاني. ليه؟ يقولوا لي انت قدمت على اللجوء بقالك 7 سنين. اي، ما قدمتش على الجرين كارد ولا سيتيزن شيب. اهم حاجه انك انت قدمت على اللجوء بقالك 7 سنين. فلما تكون بقالك 7 سنين واحنا بتاخد الاس اس اي هو ده الماكسيمم بتاعنا. فالشطاره بقى هي الشخص اللي هو ياخد اللجوء اهم حاجه يعملها بسرعه جدا جدا، ياخد الجنسيه، يحاول ياخد الجنسيه. بس في ناس، يعني انا صادفني ناس، ايه اللي حصل؟ ان هو خد اللجوء والبروسيسنج بتاع اللجوء بتاعه خد 6 سنين. على ما جه راح قدم على الاس اس اي ادوله 1 سنة. ياه. يعني شو من حق انه يطولوا له شويه لان هو مش غلطته، هو السيستم. هم بيقولوا احنا مالناش دعوه، 7 سنين من تاريخ تقديمك للجوء. فده برضو قانون غريب شويه طبعا يعني. طبعا ظالم يعني، قانون ظالم طبعا. اذا كان كده يعني هو عشان هي مساعدات ما بنقدرش نقول ده ظالم ولا مش ظالم يعني. فده دي برضو الناس تنتبه لها طبعًا. يعني في ناس اتصلوا بيا عم سليب المعاش بتاعي اتقطع.
ليه يا عم؟ بيقول لي مش عارف. طب انت مثلا بقى عامله عن طريق انت واخد لجوء؟ يقول لي اه. طب انت واخد اللجوء السنه امتى؟ سنه عملت اللجوء الطلب بتاعك امتى؟ سنه 2017. اه 2017 يعني فات ايه؟ 6 سنين يا دوب، فات سنه وروحوا قاطعينه منه. هو في ناس كتيره بتكسل تقدم او تبقى خايفه تقدم على الجنسيه يعني. ولا وصدقيني ناس كتير قوي ما بيعرفوش، ما بيكونوش عارفين. معقوله؟ يعني لولا احنا بنقول، صدقيني انا يعني لولا ان احنا بننبه الناس الكلام ده، ناس كتير قوي ما تعرفش. واحد يقدم على الاس اس اي وبص لاقي سنه واحده خد الاس اس اي وراح مقطوع. ايه يا عم سليم ده قطع الاس اس اي؟ إيه انت مقدم على اساس معاك جنسيه ولا لجوء؟ معايا. طب يعمل ايه يا استاذ سليم؟ يعني هو بيبقى فاضل له بعد كده لسه هيقدم على جنسيه والامتحان والحاجات دي، طب يعمل ايه في الفتره دي لو اتقطع؟ يروح مقدم على كابي. يتقبل بقى في كابي. يتقبل في كابي لحد ما ياخد بقى الجنسية ويشوف يعمل. شرط بقى في كابي ان هو من ضمن الشروط ان عشان تقدمي كابي ان تجيبي جواب من الاس اس اي انه رفضك. انه من ضمن البروسيسنج بتاعت كابي. يقول لك هل قدمت للاس اس اي؟ ايوه. طب الديسيجن بتاع الاس اس اي رفضوني. حلو، مبروك. هو ده اللي هيمشيك. يبقى الناس اللي هم وقعوا في حكاية السبع سنين يقدر في الحالة دي يقدم على كافي. لكن افرضي بقى انه مش في كاليفورنيا. يروح بيدور على الكاش ايد والحاجات دي. طيب في حاجة استاذ سليم، يعني في ناس بتقدم بطريقة معينة فالطلب بيتأخر. اقدر اعمل ايه عشان اقول اسرع الطلب اذا كان بقى كاش ايد ولا فود ستامس ولا اي حاجه من الحاجات دي؟ الحقيقه ست ناس انا كنت محضر لك حاجات بس ايه فوجئت ان الناس دخلوا بسرعه. يعني دلوقتي افرضي ان انا عايز اقدم على السكن، وده اهم حاجه عندنا موجوده. ويجي واحد يقول لي عم سليم انا رحت الهاوسنج وقدمت طلب للسكن. طيب الطلب اسمه ايه؟ يقول لي ما اعرفش. تعرفش ازاي يا عم؟ امال انت مقدم ايه؟ الهاوسنج ده قلنا عليه اللي هو ايه؟ الامبريلا بتاعه السكن كلها اسمه هاوسنج. بس جوه الهاوسنج ده في برامج موجوده، في سيكشن 8 تبع الهاوسنج، في الافوردبل رنت تبع الهاوسنج، في اللي هو الهاد الاتش يو دي اللي احنا قلنا عليه تبع الهاوسنج. فانا لو مقدم على السكشن 8 ده برنامج، لو مقدم على الهاد ده برنامج تاني، لو انا مقدم على اللي هو الافوردبل رنت ده برنامج تالت. ما ينفعش ان انا اروح اقول ان انا قدمت على كذا. اللي بيحصل لما بيجي الشخص بيقدم على الحاجه اونلاين عاده ما بيبقاش عارف هو بيعمل ايه. ليه ما بيعرفش بقى بيعمل يعني مثلا دلوقتي زي ما انا قلت لحضرتك دلوقتي التقديم على الهاوسنج ثلاث برامج. لما اروح مقدم منشن على اني برنامج؟ يعني السكشن 8 فتح اقدم على السكشن 8، لا الهاد موجود اقدم على الهاد، الافوردبل رنت موجود وممكن اقدم في الثلاثه. الحكومه بتقول السكشن 8 هو اكتر حاجه بتغيب شويه على ما يجي عليك الدور. فبتيجي الحكومه بتقول لك اشجعك في الفتره دي انك تروح تسكن في السكن مدعم. ايه بقى السكن المدعم؟ الله ينور عليك. السكن المدعم حاجتين. احنا عرفنا السكشن 8 نتكلم عليه كلمتين اتنين بس. السكشن 8 احنا قلنا برنامج الشخص لما بيجي له بيدفع 30% هو من دخل اسرته مقابل السكن. والميزه اللي فيه ان هو بياخد فاوتشر في جيبه ويختار السكن اللي عايز يعجبه اللي يعجبه. بشرط ان الطرف اللي هو المالك يكون موافق انه يشترك معاهم في البرنامج بتاع السكشن 8. يبقى دي ايه؟ السكشن 8 ثلاث اطراف، الساكن والمالك، واخد بالك ازاي؟ والسكشن 8 ثلاثه بيتفقوا مع بعض. المالك بيقول هأجر لده ويقول للسكشن 8 هقبل ان انا عضو في البرنامج. لما بيحصل الكلام ده السكشن 8 عرفنا بيدفعوا 30% من دخلهم كده. ميزه السكشن 8 انه مستمر.
انه مستمر. الشخص لو ساب البيت ما يجراش حاجه، لو نقل في ولايه تانية ما يجراش حاجه، يروح معاه مطرح ما يروح. فده اسمه السكشن 8. البرنامجين التانيين في حاجه اسمها افوردبل رنت. افوردبل يعني مدعم، ما اسموش لو انكم. خلي بالك بقى، ما اسموش لو انكم. السكن المدعم ده الحكومه بتقول لك احنا عندنا بنينا اربع عمارات، كل عماره فيها 500 600 شقه، واهلا بيك تعالى اسكن. طيب انا لما اروح اسكن في العماره دي هيقولوا لي الاوضه ايجارها 566 دولار، اي بس بشرط انك انت يكون دخلك في 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 السنه 19000 دولار فما فوق، لغايه من 19 لغايه 28000. يعني اذا دلوقتي اسمه دعم في الايجار، دعم. ايوه الايجار المدعم ايه؟ الايجار على قد حالي. يعني بيفترض ان انا عندي دخل، بقى عندي دخل وهدفع منه ال 566 دولار، وقال لي بشرط ان دخلك ما يقلش عن 19000 في السنه ولا يزيد عن 28000. اوكي فده اسمه ايه؟ البرنامج اسمه افوردبل رنت، ايجار معقول مدعم او معقول، يعني ايه؟ ممكن قادر عليه، اي مقدور عليه. فده احد البرامج. قلنا بقى ولا هو 30 ولا 50 ولا 70 ولا اي حاجه، ده ايجار محدد، وبيقول لك انك انت لو عايز اوضه دخلك يبقى ما بين ال 19000 ل 28000 في السنه. الاوضتين مش عارف ايه، الفردين، الثلاث افراد، وعاملينها ده كده. فده ما ينفعش ان انا اقول ان انا دخلي ضعيف واروح اسكن هناك، ما ينفعش. لازم يكون دخلي في الرينج اللي هم قالوا عليه، ما بين 19 و 28 للفرد الواحد الاكثر من كده. طيب في برنامج تاني اللي اسمه، فده قلنا عليه ده اسمه افوردبل رنت. الافوردبل رنت ده بيوت محدده، بيوت محدده. مش بقى زي السكشن 8 اروح اسكن مطرح ما انا عايز، دي بيوت محدده بتاعه الحكومه. فالحكومه بتقول لي المشروع الفلاني، ولله هم مسمينهم بروجكت، مشروعات. المشروع الفلاني فتحنا في سانتا انا في شارع فيرست ستريت المبنى الجديد بتاعنا، لو انت مقدم على افوردبل رينت روح قدم الطلب بتاعك. طيب في برنامج تاني اللي اسمه اتش يو دي، الاختصار بتاع اتش يو دي هي اسمها هاوسنج يوتيليتي ديفلوبمنت، هاوسنج يوتيليتي ديفلوبمنت. البرنامج ده بيعمل ايه؟ البرنامج ده بيبص للناس من حيث الدخل بتاعهم، اي ناس ما جالهاش السكشن 8 والافوردبل رينت ما ينطبقش عليهم، بس عيله وراجل والست بتاعته وعنده اولاد ودخلهم قليل جدا، فبيقدم على البرنامج ده اسمه هاوسنج يوتيليتي ديفلوبمنت. الهاوسنج يوتيليتي ديفلوبمنت الميزه اللي فيه ان انت لو السكن اللي انت ساكنه فيه يقبله، الحكومه بتدفع للمالك. ما هم يقولوا الكيش روح اسكني في حته معينه، بس يشترط انك انت المالك يقبل ان هو يشترك في الكلام. طيب الناس بتوع الحد دول بيدفعوا كام؟ 30%. جميل. دخل البيت بقى 1000 2000 3 30%. فده اسمه هاوسنج يوتيليتي ديفلوبمنت. لما بقول للناس لما تروح تقدم تروح على تنشن على البرنامج اللي انت عايزه. طب هل انا اقدر اقدم على الحاجات دي كلها يا استاذ سليم ولا حاجه واحده بس؟ لا قلت لك ممكن تقدمي على ممكن اقدم على الحاجات دي كلها في نفس الوقت. والحكومه تشجعك، يعني افرض انك مقدمه على السكشن 8 وجالك الهض مثلا، يعني وقعدتي سكشن 8 جالك بعد 3 سنين 4 سنين، يعني انا مثلا لو جالي الهض ومقدمه على سكشن 8 ما يسقطش السكشن 8. ما بالعكس ده بيشجعك افضل في الهض لحد ما طبعا يجي لي السكشن 8 طبعا احسن. ايوه فانقل بقى على السكشن 8 بالظبط. اوكي وكلهم تحت برنامج ايه؟ الهاوسنج. الهاوسنج. اوكي
جميل. فحتى السكشن 8 بيشجعني ان انا اسكن سكن مدعم رخيص لغايه لما يجي لي السكشن 8 يجي لي دوري. فاللي بيحصل ان السكشن 8 تبص تلاقيه كل مثلا 5-6 اشهر ويروح باعت لي جواب يقول لي ها انت عامل ايه في ظروفك الماديه في السكن وما اعرفش مين. طب ايه رايك احنا عندنا في بيت اسمه رموزة او بيت اسمه مثلا برادو او ما اعرفش مين، الشقه ب $600 روح اسكن هناك لغايه ما يجي لك السكشن 8. يعني معناها انه بيساعدني لحد ما اروح للسكشن 8. اهم حاجه يا ست ايناس انك انت تبقي عارفه رايح فين. هي دي الحاجات المهمه جدا جدا. بس فده يعني اعتقد ان احنا النهارده بالنسبه للسكن تالي غطينا كويس، قلنا عليه كل حاجه كويس. احنا بقى عايزين الحاجات اللي هي ايه اللي هي يعني عايزين تبقى فيها يعني الطلب بقى عايز منه ايه. طيب عشان معلش احنا كده غطينا عدينا على الوقت، بس ان عايزه بس اقول ان الطلب بيتاخر عشان الناس بتعمل اونلاين مش كده؟ فايه البديل ليها؟ ما انا لو رحت اونلاين وبقدم الطلب، لو انا قدمت الطلب اللي مكتوب هنا هيبقى موجود اونلاين. اللي موجود هنا هو اللي هيبقى موجود في اونلاين. فلو رحت اونلاين وبعدين انا لقيت نفسي ان انا مقدم في اللي هو في البرنامج اللي هو اللي اسمه ايه افوردبل رينت اهو حاجه في الهاوسنج وخلاص، اي افوردبل رينت، وجالي ويقولوا لي انت دخلك كذا، لا طب اقدم ليه؟ لازم اكون الاول عارف البرنامج ماشي ازاي. يعني احسن اروح المكتب بنفسي واسال واستفسر وعارف البرنامج هو بيعمل ايه. احنا قلنا الافوردبل رينت ايجار معروف مسبقا، وبيقول لك عشان تسكن لو انت لوحدك الايجار هيبقى $566، هنشترط عليك ان دخلك يكون ما بين 19000 و28000. يبقى انا لو رحت قدمت على الهض على ان هو بتاع الافوردبل رينت غلط طبعا. فلو قدمت انا في الافوردبل رينت على اساس ان انا ادفع 30% يبقى غلط. فعايز تروح البرنامج اللي هو موجود. يعني دلوقتي السكشن 8 موجود في انهايم، مفتوح دلوقتي، مفتوح ومدوه كمان، ادوا له اكستنشن كمان. كم دلوقتي بقى كم سنه السكشن 8 سيسي؟ ال من سنة 2012 اللي مقدمين في 2012؟ نو عاملين حاجة كويسة جدا. كويس انك انت سألت السؤال ده. طب ازاي في ناس مقدمين 2012 ولسه بيشتغلوا فيهم لغاية دلوقتي، وفي ناس مقدمين 2019 وجالهم السكشن 8؟ طب ازاي؟ نفس السيتي هي عملوا ايه؟ لما الناس اللي قدموا في 2012 بصوا لقوا من 2012 لغاية 2019 وقت 7 سنين مقفول. السكشن 8 مقفول لمدة 7 سنين. فجوم قالوا ايه، طب احنا يعني قائمة الانتظار بقى عندهم 50-60 ألف طبعا، على ما يخلصوهم دول عايزين لهم 10-15 سنة طبعا. فراحوا جايين قالوا احنا هنعمل ايه، برنامج لوتري يمشي مع الناس بتوع 2012 ويمشي مع بتوع 2019. بتوع 2019 اللي هم قدموا سنة 2019 ايه اللي حصل؟ قالوا هناخد العدد اللي انتوا عايزينه، بس هنعمل حاجة بقرعة نرتبهم ورا بعض بالقرعة. فبقى مثلا رقم 1 2019 يمشي مع رقم 5000 اللي هو 2012. بقى ياخدوا من هنا ومن هنا، ياخدوا من هنا وياخدوا من هنا. فده اتفتح مره ثانيه. يعني الملحق الاولاني كان 2019، الملحق الثاني دلوقتي 2023، فده ملحق جديد. ملحق جديد ما حدش بيعمل كده غير انهايم بس. عشان كبيره. بقيت اورانج كاونتي كلها، جاردن جروف ما فيش، بتاع سانتا انا ما فيش، واخد بالك ازاي؟ انهايم هو ده اللي عامل كده، اورانج كاونتي الباقي مفيش.
فهي دلوقتي لما يجي البرنامج فرصة طبعا فرصة ذهبية. يعني انت ممكن جدا واحد يقدم 2019 وبص جاله قبل اللي مقدم 2012 ماشيين هم ماشيينهم جنب بعض عشان ياخدوا شوية هنا وشوية هنا. بس ست ربنا يعني ان شاء الله يكون قمنا بالمطلوب. شكرا جزيلا. تعيش الست ناس. مرسي جدا على المعلومات القيمه دي. معلش احنا خرجنا 10 دقائق عن الوقت. ربنا يخليك. بس الواحد ما بيشبعش من كلامك بجد. ربنا يخليك. لنا كل المعلومات اللي كلنا عايزين نسمعها. ما هو اهم حاجه تبقى المعلومات مظبوطه. مظبوطه طبعا. ان شاء الله. شكرا مرسي جدا. تعيش. ربنا يباركك ونشوفك ان شاء الله معنا. تعيش ربنا يخليك. أعزائي المشاهدين نهايه الحلقه. طبعا اللي عايز يشوف الحلقه من اولها كان فيها معلومات كثيره جدا. الحلقه بتتذاع بكره الجمعه الساعه 10:30 الصبح بتوقيت كاليفورنيا. بتتذاع تاني بكره واي ثينك كمان بتتذاع في مصر الساعه 8 بالليل. انا عشان توقيت الوقت اتغير فمعلش متهيألي 8 بالليل في مصر. برضو بتتذاع النهارده الساعه 2 الصبح هنا بتوقيت كاليفورنيا بس برضو بيبقى في توقيت مصر الصبح الساعه 10 اي بليف. نشوفكم ان شاء الله يوم الخميس الجاي وحلقه جديده من برنامج مش لوحدك. اذكرونا دايما صلواتكم والى اللقاء. TV.